السلام عليكم يا اخواتي، معاكم شريف محمد وجايلكم النهارده في فيديو جديد. فكره بقى فيديو النهارده حراس كتير قوي طلبتها مني. الفيديو النهارده هكلمك عن شرح التراي العالي او الطيران العالي لحراس المرمى، ازاي تعمل التراي وازاي تنزل صح. طبعا يا جدعان الفيديو ده متقسم لكذا جزء، هقول لك دلوقتي ازاي تعمل التراي، ايه الشكل الصح انك تعمل التراي نظري تمام، وهورولك في الملعب عملي. في الملعب فين؟ في ملعب بشتيل بتمرن مع كابتن عبدو زنجي، صورت لك التمرين كله بتاع الترايات، هوريك بقى الفرق امتى تستخدم الايد اللي تحت، امتى تستخدم الايد العكسيه، امتى تاخد خطوه، امتى تعمل تراي من مكانك، امتى تجري، امتى تعمل التراي ده من ثبات تمام. هبدا دلوقتي اعرض لك او اشرح لك التصديات تمام، هوريها لك انت عملي كده من غير ما اتكلم خالص تمام. ممكن تلاقي كابتن عبدو زنجي بيشرح في شويه تصديات، وبعد ما نخلص الشرح هما بالظبط 5 دقايق ما بين كل دقيقة ودي، هكلمك على تمرين هيفيدك انت تعمله عشان يعلي عندك الجمب او الاسلوب الصح او الشرح النظري انك تعمل التراي. هنبدأ دلوقتي بالفيديو وهجيلكوا كمان دقيقة، يلا بينا يا ابن اللعيب. طيب يا رجاله، انتوا كده شفتوا دلوقتي الجزء الاول من الطيران تمام. الجزء ده ليه شرحين، شرح فني في الملعب تمام اللي هو خطوات وتكنيك والكلام ده كله، والشرح اللي هو التدريبات اللي انت المفروض تعملها. هكلمك دلوقتي عن اول تدريب تمام. اول تدريب، لان في حراس كتير قوي بتسالني ازاي اعلي الجامب او ازاي مثلا الجامب بتاعي يبقى عالي، اول تدريب هو تدريب الحبل تمام. في حراس مرمى كتير ما بتعرفش تعمل حبل، انت لو عرفت فوائد الحبل ده هتضطر تتقنه في يوم او يومين. انا اتعلمت الحبل من امتى؟ من سنه واحده، من سنه او سنه وشويه، ما كنتش بعرف اعمل حبل تمام. فمش عيب انك ما تبقاش تعرف حاجه وتتعلمها، لان الحبل صدقني هيفيدك جدا ان هو يعلي الجامب بتاعك تمام. احنا كده اتكلمنا عن الجزء المخصص اللي هو بالحبل، هتكلم دلوقتي عن الخطوات الفنيه تمام. الخطوات الفنيه هكلمك عليها في الفقره الثانيه بعد ما اعرض لك الدقيقه. عايزك تلاحظ الفرق بين الصدات بالعكسيه والصدات بالايد اللي تحت. تعالى يلا شوف الفقره الثانيه دلوقتي يا رجاله. انا عايزكم تركزوا على التحرك وعلى الخطوات اللي انا بقطع بيها، واسيبكم مع الفيديو وعايزكم تركزوا دلوقتي في كل التفاصيل. طيب هنتكلم دلوقتي بقى عن الخطوات الفنيه، انا ازاي اعمل تراي، ازاي اعمل تراي صح، وازاي انزل صح من غير ما اتصاب. طيب دلوقتي في نوعين من التراي، في التراي اللي هو كره تبقى عاليه تمام. ركز معايا، دي العرضه اللي فوق وده مثلا العرضه اللي تحت. لو الكوره ناحيه العرضه اللي فوق دي انت بتستخدم ايدك العكسيه، لو الكوره ناحيه العرضه اللي في الجنب انت بتستخدم ايدك اللي تحت انك تروح مفرود. حاول لما تيجي تعمل تراي على حسب طولك، انت مثلا لو طولك 2 متر او اكتر مستحيل تعمل تراي من غير ما تاخد خطوات، مستحيل تقفل الجون. لو انت طولك مثلا 2 متر الجون طوله 7 متر، فالصح انك تتعلم الخطوات الصح انك تعمل التراي. اول حاجه انت لازم دلوقتي تبقى مركز صح، يعني متمركز صح، انت
تبقى تمركز في نص الجول، الكرة جات لك زاوية اليمين أو زاوية الشمال ما تتحركش غير بعد الكرة، وابتدي آخد الخطوات بتاعتي وأعمل التراي مش من مسافة، لكن التراي ده أنت بتعمله عشان تقدر تغطي أكبر مسافة من الجول. يعني لو الكرة في متناول انك تمسكها حاول تمسكها بكل بساطة وبكل سهولة. طيب الشرح ازاي؟ اول حاجة لو نقول مثلا ان الترا هيبقى الناحية دي ناحية اليمين، انا ببقى واقف في نص الجول او على حسب متمركز ورا الكرة بالظبط، المهاجم مش هيضرب في الزاوية البعيدة، ببدأ اخد خطوة والتانية ولو عرفت اخد التالتة واعمل الترا بعمل الترا. طيب ايه الشكل الصح؟ ان انا بحمل رجلي اليمين كلها، لو انا بعمل ترا ناحية اليمين الباور بتاع جسمي كله بيبقى متحمل على رجلي اليمين، رجلي اليمين هي اللي بتزق جسمي كله ان انا اقفل الجول، تمام؟ وبعد كده بتحاول ترفع نفسك على قد ما تقدر وتاخد كل الكلام ده في خطوات سريعه، لانك طبعا لو اتاخرت الكوره هتخش جول. ده في حاله ان الكوره مثلا في الجنب ده او مش اللي هي بالايد العكسيه. طيب خطوات الايد العكسيه ايه؟ انت بتاخد خطوات متقاطعه. يعني ازاي؟ يعني مثلا رجليك اهي، تمام؟ بتاخد خطوه الثانيه تطلع بالعكسيه، تمام؟ اللي هي خطوات ايه؟ امامية شوية، لكن خطوات اللي هي مثلا على العرض البعيد بتاخد خطوات جانبية. وطبعا عشان تعرف تقفل الجون صح، انت عمرك ما تعرف تقفل الجون لو انت واقف على الخط، لازم تبقى بتقدم خطوتين لقدام او اكتر. وبكده انا وريتك الجزء العملي وشرحت لك الجزء النظري. اتمنى لو الفيديو عجبك تضغط لايك وتشترك في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. يلا السلام عليكم.